هلو اجين طيب النهاردة تالت فيديو، ده تالت فيديو اعمله على موضوع الجوفر سايزز. المرة اللي فاتت كنت اتكلمت عن اول سؤال في الجوفر سايزز ده، وهو كان الكويز اللي في التيرمينال. في بس حاجة صغيرة كنت عايز اعدلها فيها بعد ما بصيت على الكود، يعني بعد ما حطيت على جيت هاب خدت بالي منها، فحبيت بس اقول لكم عليها. كنا واحنا بنعمل الموضوع التايمر استخدمنا فانكشن اسمها تيك على التايم باكج في جو. الفكره ان التيك دي كنا مستخدمينها بشرط ان هو لما يعدي عدد الثواني اللي هي مبعوته في الفلاج بتاع التايمر هنا يقول لي في الشانل، زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت هنا. الفكره ان التيك هي هتشتغل وكل حاجة، بس الفكرة ان تيك معمولة اساسي عشان لو انا عايز حاجة تحصل كل 30 ثانية مثلا، يعني لو الفلاج تايمر ده ب 30 ثانية، فانا عايز كل 30 ثانية يجي لي التيك من التيك اللي انا عاملها، من الفاريبل اللي انا عامله هنا ده. لكن في الكيس بتاعتنا احنا عايزين حاجة تبقى فايرد مرة واحدة بس، يعني هي مجرد يعملها مرة واحدة وتخلص. فذاتس واي في احسن من التيك ممكن نستخدم حاجة اسمها تايمر. وتايمر نيو تايمر الفانكشن دي بتاخد نفس البارامتر بالظبط اللي هو الديوريشن، وبيبقى عندها اتريبيوت اسمه سي اللي هو الشانل اللي ممكن اليسن عليها عشان اعرف وانس ان التايم اللي انا بعته وانا بانيشيلايز التايمر هنا ده خلص. تمام، بس فهو ده التغيير الوحيد اللي كنت عايز اعمله الايه في الكود، يعني عشان ده كان تصحيح يعني او طريقه اصح يتعمل بيها الموضوع عن اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. وده السطر الوحيد اللي اتغير في الكود كله، بقيته هيفضل زي ما هو. تمام، طيب تاني للي ما كانش متابع الفيديوهين اللي فاتوا، انا حبيت ابدا السيت اوف فيديوز دول عشان اشرح جو فروم سكراتش للناس اللي ما اشتغلتش بجو قبل كده. وحبيت اعمل ده بمساعده ويب سايت اسمه جوفر سايزز، ده فيه حبه اكسرسايزز ظريفه بس من حابب استخدمها عشان اوضح ازاي نقدر نستخدم جو بطريقه براكتيكال اكتر، ما يبقاش مجرد شرح للسينتكس ولانجوج جديده وخلاص ثيوريتيكال، يعني من غير اي تطبيقات عمليه. فانا اي هايلي سجست انكم تروح الويب سايت اللي ساين اب عليه ببلاش، هو شبه اللي انا بعمله بالظبط بس بالانجلش. الشخص اللي عمل الويب سايت ده بيبدا يشرح الاكسرسايزز 18 اكسرسايز، و بيشرح لهم ازاي وايه فكرتهم وايه الحاجات اللي هنتعلمها في كل واحد فيهم يعني. فارجح بشده انكم تبصوا على الويب سايت ده لو انتوا انترستد انكم تتعلموا جو، او انكم تتابعوا معايا الفيديوز اللي هحاول ان شاء الله كل يوم اعمل واحد منهم يعني. هو بيزيكلي الموضوع عباره عن اكسرسايزز زي ما قلت موجودين في الريبو دي github.com/gophersizes. انا هبدا في تاني اكسرسايز دلوقتي اللي هو اليور ال شورتنر، والكود اللي بخلصه بحطه على جيت هاب برضو تحت ramino/live/go. هتلاقوا الدايركتوري دي، بعمل فولدر هنا لكل اكسرسايز بعمله. جميل، فسنس ان ده اكسرسايز جديد خليني اعمل له فولدر جديد 02 url short صح كان اسمه. انا بحاول اسمي التسميات هنا بنفس التسميات اللي على الريبو بتاعت الجوفر سايزز بشرط يبقى سهل ان لو حد عايز يبص على السوليوشن يقدر يوصل له على طول ويعرف بتاع اي سؤال بالظبط يعني. وهديفاين هنا مين دوت جو. تمام، جهز الفايل بالمين فانكشن، وتعالوا نشوف الاكسرسايز بيقول ايه. تمام، the goal of this exercise is to create an HTTP handler. هتكلم حالا عن ايه الكلام ده. That will look at the path of an incoming web request and determine if it should redirect the user to a new page. Much like how a URL shortener would do. يعني احنا غالبا هنا هنعمل زي ويب سيرفر صغير، كل فكرته ان هو بيشتغل زي اليو ار ال شورتنر، يعني اللي هي زي الشورت يو ار الز اللي بتبقى جنريتد مثلا لما نيجي نشير فيديو او نشير حاجه في بوست من فيسبوك او وات ايفر. فهي بيبقى في كود معين وهو ده اللي بنستخدمه عشان نقدر نعرف اللونج يو ار ال عامل ازاي، زي سيرفرز زي بيتلي مثلا او حاجه. فهو غالبا احنا هنا نمبلمنت حاجه زي دي. انا ما قريتش السؤال قبل كده فانا لسه بكتشف معاكم واحده واحده يعني الموضوع عامل ازاي. هو بعد كده بيقول فور انستنس اف وي هاف ا ريدايركت سيت اب فور سلاش دوجز تو الويب سايت ده، وي وود لوك فور اني انكومينج ويب ريكويست وذ ذا باث
سلاش دوجز اند ريدايركت them. يعني احنا من الاخر لو جالنا حد فتح الباث ده سلاش دوجز عايزين نعمله ريدايركت على اللونج يو ار ال ده. تمام. طيب اتش تي تي بي هاندلر دي الطريقه اللي جو بيعرف يهندل بيها الريكوست. لو انا هبدا ابني ويب سيرفر في جو فدي الطريقه اللي هو بيعرف بعرفه بيها ازاي يقدر يهندل الريكوست. لو حد فتح يو ار ال معين ايه الكود او ايه اللوجيك اللي هو محتاج يرنه عشان يعرف يهندل الريكوست دي. جميل. فهو احنا هنا امبلمنت هاندلر عشان يهندل اليو ار الز الشورت يو ار الز اللي هي جايه دي. To complete this exercise you will need to implement the stubbed out methods in handler.go. ehandler.go ده خلينا نشوفه. There are a good bit of comments explaining what each method should do, and there is also a main.go source file that uses the package to help you test your code and get an idea of what your program should be doing. طيب خلينا نبص على الفايلين كده بسرعة. عندنا handler.go ده عبارة عن ايه؟ اوكي ده فايل ديفاين فيه تو فانكشنز, حاجه اسمها ماب هاندلر وحاجه اسمها يامل هاندلر. اوكي والشرح بتاعهم. والمين دوت جو ده عباره عن ايه؟ ده بيمبورت تقريبا الباكج دي, يعني هو زي ما يكون مديفاين التو تايبس اوف هاندلرز. غالبا دي طريقتين هنعرف نهندل بيها ريكويستس, واحده يوزنج ماب اللي هي زي الهاش ماب مثلا في لانجوجز ثانيه, واحدة يوزنج يامل غالبا دي بدلها مثلا configuration. اهو بدلها configuration في فورمات اسمها يامل, وهم دول اللي بيهندلوا requests. وبعد كده بيبدأ import الباكج دي, يعني دي custom package هو عاملها, و غالبا دي الطريقة اللي بيتست بيها السيرفر. ما مش فاهم قوي بالظبط هو عايز ايه لحد دلوقتي, بس خلينا نكمل قراية كده في الاكسرسايز ونشوف. I suggest first commenting out all of the code in main.go related to YAML handler function and focusing on implementing the map handler function. يبقى هو بيقول لنا ان احنا هناخد الكلام اللي موجود في المين هنا ده, خلينا اجيبه كده, غالبا ده هناخده ونعدل فيه, هاخده copy paste هنا. جميل. وخليني اسيف ونقراه كمان شوية. وغالبا برضه هناخد الهاندلر ده, خدها كوبي, خليني اعمل فايل جديد هنا او نعملها زي ما هو عامل. شرط نشوف برضو ازاي نمبورت باكجز. خلينا نجرب نعملها كده. هقول مثلا هنا يو ار ال شورت ونعمل جواه فايل يو ار ال. هو فين بيعمل فايل يو ار ال شورت دوت جو وبيست هنا الفايل التاني ده. جميل جميل جميل. طيب والمفروض ان انا اعرف امبورت الفايل ده من هنا, خليني امسح دي واحاول اشوف لو جو هيعرف امبورت لوحده ولا لا, شكله مش هيعرف. طيب خلينا بس نكوبي الفايل دلوقتي ونكمل بقى الاكسرسايز ونشوف. فهو بيقول لنا نكومنت اوت كل الكود في مين دوت جو اللي في مين دوت جو اللي ليه علاقه باليامل هاندلر فانكشن. اوكي خلينا كومنت الحته دي اهيت. وغالبا بقى بدل يامل هاندلر دي هنحط ايه الماب هاندلر على طول. نجرب نسيف. طبعا هو لسه معترض ان هو مش لاقي ال URL short دي, هنظبطها دلوقتي بس نكمل بس بقيه الديسكربشن كده. And focusing on implementing the map handler. تمام. Once you have that working, focus on parsing the YAML using the YAML package D. Note you will need to go get this package. اقول لكم حالا يعني الموضوع ده. After you get the YAML parsing done, try to convert the data into a map and then use the map handler to finish the YAML handler. اوكي يعني هو زي في مثلا لو ليفل هاندلر وهاي ليفل هاندلر. اللو ليفل ده بيعتمد على ماب او هاش ماب, وغالبا هي هتبقى عباره عن هاش. يعني بصينا هنا خلينا نقفل بقى الفايلز القديمه دي. لو بصينا هنا نلاقي الماب هاندلر هو بياخد باث يو ار ال بالظبط, يعني مثلا دي ماب بتشاور, وده السنتكس ازاي ديفاين ماب في جو, ان انا بقول له ده الكي بتاعها. الماب ما هي الا كي فاليو ديفينيشن, يعني انا بديفاين ان كي معين بيشاور على فاليو معين. فهنا بيقول ان الماب الكي بتاعها نوع سترينج وبتشاور على فاليو نوع سترينج, وفي الاغلب دول هيبقوا اللي هي الكي بتاعه هو سلاش دوجز
والفاليو بتاعه هو الايه لونج يو ار ال. جميل. طيب يبقى هو احنا اول ليفل هنعمله او اللو ليفل ان احنا هن implement الماب هاندلر ده، وغالبا بعد كده اليامل هاندلر ده هيبقى بياخد اليامل كونفيجريشن يبرصها ويحولها الماب وينده بالماب دي الماب هاندلر. فده هيبقى مجرد ان هو بيبارس اليامل ويبعته الماب هاندلر، والماب هاندلر هو اللي بيهاندل الريكوست في الاخر. تقريبا يعني ده اللي انا فهمته لحد دلوقتي. لو انتوا شايفين ان في حاجه تانية انا او في حاجه فهمتها غلط يعني let me know في الكومنتس. مش شرط ان احنا نظبطها من الاول يعني، بدل ما يبقى ماشي في سكه مش هي اللي اكسبكتد يعني. بس هو بيقول try to convert the data into a map and then use the map handler to finish the YAML handler implementation. Example you might end up with some code like this. بالظبط، ان هو بيبارس اليامل بعد كده بيبيلد الماب وبيبعت الماب بالظبط زي ما احنا قلنا كده. ويبقى في فول باك، مش عارف ده ايه بالظبط بس خلينا نشوف يعني. But in order for this to work you will need to create functions like parse YAML and build map on your own. This should give you ample experience working with YAML data. وبعد كده في حته بونص. تمام. طيب يبقى خلينا الاول نشغل المين دوت جو فايل نشوف هو ليه هنا مش راضي امبورت. وعاده لو احنا شغالين على بروجكت كده يفضل ان احنا نكريت حاجه اسمها جو موديول. ايه جو موديول دي؟ هي دي النوتيشن بتاعه جو للبروجكت. ان انا دلوقتي عايز اليو ار ال شورت ده يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن بروجكت. فازاي بقدر اعمل كده؟ ان انا جوه يو ار جوه الدايركتوري بتاعتي بعمل فايل اسمه جو مود. جو دوت مود. جو مود. تمام؟ والجو مود فايل ده اكشلي في طريقه احسن اعمله بيها بدل ما اكريت الفايل بايدي. خليني امسحه واوريكم ازاي احسن. ان انا لو بعمل تيرمينال، لو انا جوه التيرمينال هسيدي جوه الدايركتوري اللي انا شغال فيها دلوقتي. هنا هنلاقي المين دوت جو اليو ار ال شورت. وباجي بعد كده اقول له جو مود انت. وجو مود دي او الجو موديلز هي الطريقه برضو اللي جو بيهندل بيها الديبندنسز للاب بتاعتي. فانا لو انا عامل بروجكت جديد معناه ان انا البروجكت ده الفايلز بتاعته كلها هتبقى كونتين جوه فولدر واحد. لو فيها ديبندنسز هتبقى ديفاين جوه الجو موديلز فايل. فانا ازاي ببدا جو موديول جديده؟ بقول له جو مود انت، وعاده بدلها هنا اسم الموديول بتاعتي، واسم الموديول بيبقى عاده عباره عن يو ار ال. معظم الحاجات بتبقى هوست على جيت هاب، فبيبقى موست اوف ذا تايم اليو ار ال ده هو جيت هاب يو ار ال. فخليني هنا اقول جيت هاب دوت كوم سلاش رومينو سلاش لايف سلاش جو سلاش يو ار ال شورت وادوس انتر. هنلاقيه هو عمل لي المود فايل بتاعي وقال لي ان الموديول بتاعتي اسمها كذا، وهو لوحده بيلقط ان انا شغال بفيرجن جو 1.14 وبيديفاينه هنا. جميل. طيب ايه جو مود دي؟ ايه حاجه تانية ممكن نعملها بجو مود؟ انا لو جيت قلت له لو انا عندي حبه فايلز مثلا بتمبورت باكجز ثيرد بارتي باكجز من حتت مختلفه، وانا عايز اميك شور ان الديبندنسز دي ديفاين في فايل معين، بشرط لو حد حب يشتغل على الكود بتاعي بعد كده يعرف يجيب الديبندنسز على طول من غير ما يدخ وراهم، ببدا اقول له جو مود تايدي. ودي بتقوم عامله بارس لكل جو فايلز اللي عندي وتشوف لو فيهم اي باكجز، وتبدا تداونلود الباكجز دي وتكتبها في الجو مود فايل. بس ان احنا لسه بادين بروجكت جديد الكلام ده مش هيبقى باين، مش هيزود لاي حاجه. بس يمكن قدام شويه لما نبدا نبارس اليامل هنستخدم الباكج دي، ساعتها هنضيفها بالجو مود وهوريكم بيشتغل ازاي بالظبط الموضوع ده. ففور ناو خليني اقفلها كده. بس اللي كنت عايز اعمله ان انا هنا اجرب اسيف تاني واشوف اذا كان هيلقط اليو ار ال شورت ولا لا. تمام بالظبط كده. وانس ان انا عرفت الجو مود فايل وقلت له ان ده بروجكت، هو بيبدا يعرف بطريقه سهله ان هو ايه؟ ان هو يربط الديفرنت باكجز اللي انا عاملها جوه البروجكت بتاعي مع بعض. فانا دلوقتي سنس ان انا عملت فولدر اسمه يو ار ال شورت وحطيت جواه فايل كده، وجيت قلت له الفايل ده بارت من باكج اسمها يو ار ال شورت. خدتوا بالكم الفرق دلوقتي لما قلت لكم في اول فيديو خالص باكج مين دي؟ معناه ان انا هاكزكيوت الفايل ده، عشان كده لازم يبقى في عندي مين فانكشن. لكن في يو ار ال شورت انا دلوقتي بديفاين باكج زي هيلبر فانكشن او باكج بعملها امبورت عشان فيها فانكشنز ممكن استخدمها جوه المين باكج بتاعتي. تمام. فعشان كده هنا ما بيبقاش اسمها مين، بيبقى اسمها يو ار ال شورت. عشان اعملها امبورت لازم اكتب في الامبورت ستيتمنت بتاعتي كده الباث بتاع الايه الباكج دي. في الكيس دي هيبقى هو اسم الموديول بتاعتي اللي احنا عملناه، وبعد كده ايه الفولدر بتاع الباكج دي. جميل. وانا لما عملت الجو مود فايل ودوست سيف، عشان في اس كود هنا فيجوال ستوديو كود مربوط بجو بيقدر ان هو يديتكت
ال dependence بتاعتي دي وزودها once ان انا دوست سيف على الكيبورد. جميل. طيب خلينا نبدا نقرا الفايل ده ونشوف هو بيعمل ايه. اول حاجه بيعملها بيديفاين حاجه اسمها ديفولت ماكس. ايه ديفولت ماكس دي؟ ماكس دي هي الطريقه اللي جو بيعبر بيها عن الراوتر. لو حد فيكم اشتغل ويب ديفلوبمنت قبل كده هيعرف ان المفروض يبقى في حاجه في الويب اب بتاعته اسمها راوتر. ايه الراوتر ده او الروتر؟ دي الحاجه اللي بتقول للويب سيرفر بتاعي ان يو ار ال بماب لاني بورت من الكود بتاعي في الويب اب بتاعتي. جميل. في جو بيبقى اسمها ماكس. فهي بيزيكلي حاجه بتقول ان اليو ار ال مثلا سلاش 123 هيودي على فانكشن اسمها اكزيكيوت 123 مثلا. جميل. فهنا واضح ان هو بيستخدم فانكشن اسمها ديفولت ماكس، هو معرفها تحت هنا. جميل. وبعد كده بيديفاين ماب، ودي السنتكس اللي بنديفاين بيها الماب، ان احنا باجي اقول له ماب اوف واديله التايب بتاع الكي، وبعد كده اقفل السكوير براكت التايب بتاع الفاليو، بعد كده اقول له كيرلي بريس وابدا ديفاين الفاليوز. انا ممكن لو شلت الفاليوز دي كده كده ديفاين ماب فاضيه، او في طريقه ثانيه ممكن اديفاين بيها الماب، خلينا برضو اكتبها لكم هنا، ان انا اقول له ميك. فاكرين ميك دي استخدمناها عشان نعمل تشانلز المره اللي فاتت؟ ممكن اجي هنا اقول له ميك سترينج لسترينج، والمره دي بعملها من غير ما احط الكيرلي بريسز دي. جميل. على طول ميك بتاخد تايب ما بتاخدش انستنس. انا لو حطيت الكيرلي بريسز دي، فاكرين لما وريتكم ازاي بنعمل استراكت في اول، كان اول فيديو تقريبا، هو بيتعامل بالطريقه دي ان احنا بنحط الكيلر بيس، لكن انا لو بستخدم ما ميك بكتب له التايب بس. جميل. والطريقتين دول فاليد، ممكن استخدم دي او دي عشان اكريت الايه الماب بتاعتي. بس لو هكريت الماب وهديلها فاليوز عاده بستخدم السينتكس اللي هو كان حاطه في الفايل، لان انا في ميك دي ما اقدرش ان انا ايه اديله فاليوز فيها كمان، فانا بس هحطها هنا ككومنت بشرط انها ايه تبقى موجوده كرفرنس ليكم. فهو واضح ان هو بيكريت الماب دي، بعد كده يبدا ينده على الماب هاندلر اللي هو موجود جوه اليو ار ال شورت باكج، ويديله اليو ار ال بتاعتي والماكس ده اللي هو هيبقى الفول باك هاندلر. تمام. وخلونا نقرا الدوكيومنتيشن دي ونشوف الفول باك هاندلر ايه بس لما نخلص المين فايل في ايه تاني. دي البورت بتاع اليام الهاندلر قلنا هنسيبه دلوقتي. بعد كده بيقول ان هو بيستارت السيرفر على بورت 8000، وبيبدا دي الفانكشن اللي في جو بري ديفاين في جول اللي بتبدا تقول ان انا عايز ارن سيرفر معين على بورت 8000 8080 سلامه نظري. وبيبدا يديله مين الهاندلر اللي مسؤول ان هو يهاندل الريكوست اللي جايه من هنا. جميل. طيب تمام. ده الديفولت، الديفولت ماكس اللي هي الفانكشن اللي هو كان عاملها ديفاين فوق هنا. بيبدا ينده على فانكشن جوه باكج في جو اسمها اتش تي بي، دي اللي فيها معظم الفانكشنز اللي ليها علاقه بالويب ديفلوبمنت في جو. بيبدا يكريت ماكس جديد، والماكس ده بيبدا يقول له انت هتهندل اي ريكوست تجي لك على الروت سلاش، وعكس دي حاجه سبيشال في جو مش بس على الروت. المهم بتهندلها وتودي على ايه فانكشن، الفانكشن دي اسمها هالو، ودي بيبقى السيجنتشر بتاعت الفانكشن دي لازم تبقى بالمنظر ده، لازم تبقى فانكشن بتاخد اثنين ارجيومنتس، اول واحده حاجه اسمها اتش تي بي ريسبونس رايتر، تاني واحده اسمها اتش تي بي ريكوست بوينتر للاتش تي بي ريكوست. ودول بيزيكلي بيبقوا الريكوست اللي حصلت دلوقتي، ده اوبجكت موجود فيه مثلا اليو ار ال بتاع الريكوست، التايب بتاعها هي جت ولا بوست، البارامترز المبعوثه فيها اند سو اون. والرايتر ده اللي احنا بنستخدمه عشان نبدا نرايت الريسبونس باك لليوزر او الكلاينت اللي بيكلم الويب سيرفر بتاعي. فهنا بيبدا كل اللي بيعمله انه يستخدم فانكشن من الاف ام تي باكج اللي استخدمناها قبل كده اسمها اف برنت لان. دي شبه برنت لان بس الفرق انها بدل ما بتبرنت في التيرمينال هي بتبرنت في فايل. في الكيس دي هو بيستخدم الدبليو اكنه فايل، اوكي، وبعد كده رايت جواها هالو وورلد. وازاي قدر يستخدم الدبليو كانها فايل؟ خليني اوريكم السيجنتشر بتاعت اف برنت لان دي. بتاخد اول بارامتر فيها حاجه اسمها رايتر، او بمعنى اصح حاجه اسمها اي او دوت رايتر. فاكرين اشتغلنا بالاي او دوت ريدر قبل كده لما كنا بنعمل السي اس في ريدر؟ ده شبهه بس عشان اقدر رايت اي حاجه عندها فانكشن اسمها رايت بتاخد ارجيومنتس معينه. بنبدا نقدر نستخدم الحاجه دي كانها مكان اقدر رايت جواه. ففي الكيس دي الريسبونس رايتر ده بيمبلمنت الرايت فانكشن، معناه انه بيمبلمنت الاي او دوت رايتر، معناها ان انا اقدر رايت ليه دايركتلي يوزنج الفانكشن اللي اسمها اف برنت لان. جميل. فهو بيزيكلي الويب سيرفر ده كل اللي هيعمله ان انا اول ما اروح لليو ار ال بتاعه، اول ما اروح لللوكال هوست 8080 هيطلع لي قدامي هلو وورلد. جميل. جميل. يبقى هو عمل هنا ده الديفولت هاندلر تقريبا، ده اللي هو بيهندل ان كيس ان مثلا اليو ار ال اللي انا بحاول افتحه مش موجود هنا، عشان كده غالبا مسميه الفول باك يو ار ال.
المهم خلينا نروح على الفايل التاني ونبدأ نشوف الدوكيومنتيشن بتاعت الماب هاندلر اللي هو عامله. فماب هاندلر هنا ده عبارة عن فانكشن بتاكسبت الباث تو يور الز الماب اللي احنا عملناها كريت، والفول باك هاندلر ده اللي هو الديفولت ماكس بتاعنا اللي احنا كريتناه اللي هو بيطلع هلو وورلد، وبيرتيرن هاندلر فانك. هاندلر فانك ده يعني من الاخر بيرتيرن فانكشن. الفانكشن دي ليها نفس السيجنتشر اللي احنا شفناها من شويه اللي هي ال W والR. يعني من الاخر ان هو عايز يراب البيهيفير او يريبليس الديفولت بيهيفير بتاعت هلو دي بالبيهيفير اللي احنا هنمبلمنتها هنا ان كيس ان ال URL اللي جاي لنا كان موجود فعلا فين في الماب اللي احنا بعتناه دي. ودي طريقه عاده بتستخدم عشان امبلمنت حاجه اسمها الميدل وير في الويب سيرفرز، ان احنا كاننا بن راب هاندلر فانكشن جوه بعض. يعني عشان توصل للهاندلر فانكشن اللي جوه انت محتاج توصل للي براها واللي براها واللي براها واللي برا. اوكي، فهو هيدخل على اول هاندلر هيحاول يهاندل الريكوست بتاعتي، لو عرف يهندلها كان بيها، ما عرفش هيسيبه ويدخل اللي بعده، ما عرفش هيسيبه ويدخل اللي بعده، and so on and so forth. جميل. وعاده دي بتبقى طريقه ظريفه بتستخدم عشان لو عايز امبلمنت مثلا ايرور هاندلنج، عايز امبلمنت لوجينج في السيرفر بتاعي وكده، او امبلمنت مثلا ديفولت ميدل وير او حاجه زي دي. فهي عاده بتبقى السيجنتشر بتاعتها انها بتبقى فانكشن بتاخد هاندلر وايه بترجع هاندلر. جميل. طيب بيقول لي بقى ايه ماب هاندلر هنا والريتيرن هاندلر فانك which also implements HTTP handler. يعني هي تقدر تشتغل انها تهندل حاجات، يعني تهندل ريكوست that will attempt to map any path keys in the map to their corresponding URL اللي هي ال values that each key in the map points to in string format. يعني هي من الاخر هيحاول يشوف الريكوست اللي جايه لي، تمام، ال URL بتاعها موجود في الماب اللي مبعوته دي ولا لا، هو موجود كواحد من الكيز ولا لا، لو موجود هيريدايركت بقى لل URL الموجود قصاده، لو مش موجود غالبا هيفول باك للايه للديفولت ماكس او الديفولت هاندلر اللي هو مبعوت هنا. جميل. If the path is not provided in the map then the fallback HTTP handler will be called instead. طيب يبقى خلينا نبدا نشوف الامبلمنتيشن هيبقى ماشي ازاي. جميل. يبقى مبدئيا انا عايز ارجع هاندلر فانك. ازاي ارجع هاندلر فانك؟ ان انا هاجي اقول له هنا ريتيرن، خلينا نشيل بقى الامبلمنت دي، هريتيرن فانك. يعني لو جينا نبص على هاندلر فانك كده، خلينا نروح على لا مش الهاندلر، سوري مش ده، تعال نروح على هاندلر فانك. لو جينا بصينا عليها هنلاقي ان هي عباره عن شورت كات لفانكشن بتاخد ريسبونس رايتر وريكوست. فخلينا كوبي دي هنا واجي هنا اقول له ايه، بيتهيألي كان في حاجه سريعه تعرف تعملها في VS كود بالظبط كده. جميل. فهي فانكشن بتاخد ريسبونس رايتر وبوينتر لريكوست. واللي عايزين نعمله كالاتي، عايزين ان احنا نبدا نشوف اول حاجه نطلع اليو ار ال من جوه الريكوست، لان الريكوست دي هي الاوبجكت زي ما قلت لكم اللي موجود فيها المعلومات عن الريكوست اللي بتحصل دلوقتي. فاحنا لو بصينا نقدر نلاقي مثلا ايه الباث مثلا يساوي، تعالوا ديفاين فاريبل اسمه باث، وده هيبقى عباره عن الار دوت يو الريكوست اللي جايه لي دوت، وجوه الريكوست دي هنلاقي فيه اوبجكت او اتريبيوت اسمه يو ار ال، واليو ار ال ده هو بيبقى عنده معلومات عن اليو ار ال توتال اللي جاي في الهوست في البورت في الباث والكلام ده كله. انا الانترستد فيه هو الايه الباث. جميل. فانا كده طلعت الباث من جوه الريكوست، وابدا اقول له ايه، هبدا اقول له عايز اشوف اذا كانت هي موجوده في الماب ولا لا. طب الماب بتاعتي اسمها ايه؟ باثس باث تو يور الز، هقول له باث تو يور الز اوف الباث. جميل. ده هرجع لي مثلا هنا الايه اللونج يو ار ال. جميل. طيب يبقى دي الطريقه دي بتعامل مع المابس شبه الاريز، ان انا بدلها في الاندكس بتاعها هو الكي اللي هو اللي هيبقى نوع سترنج، وبترجع لي السترنج اللي مقابل او كورسبوندنج للكي ده. طيب يبقى انا المفروض هنا لو خدنا اكزامبل مثلا زي اللي كنا عامله هو فوق اللي هو بتاع دوج، يبقى انا لو اديت لها كي هنا هو سلاش دوجز هترجع لي الايه اللونج يو ار ال ده، هيبقى هو اللي موجود في ايه في اللونج يو ار ال. طيب ليتس سي ان انا الكي اللي حاولت ادخله ده ما كانش موجود، يعني انا دلوقتي دخلت له مثلا اكس مثلا، واكس ده مش ديفاين جوه الماب دي، هيحصل ايه؟ اللي هيحصل دلوقتي في اللي انا كاتبه ده ان هو الماب هتحاول تدور على الكي مش هتلاقيه، فهتقوم مرجعه لي الديفولت فاليو بتاع الفاليو تايب اللي انا حاطه هنا، يعني الديفولت بتاع السترنج اللي هو امتي سترنج، معناها اللونج يو ار ال دي هترجع لي بسترنج فاضي. فانا ممكن اجي اقول له ده اللونج يو ار ال، لو اللونج يو ار ال ايكوال سترنج فاضي يبقى انا معناها ايه؟ couldn't find the requests path
in the map. جميل. وساعتها هنبدأ نقول له الفول باك نهندل الريكوست بتاعتنا ايه بالفول باك هاندلر. وازاي نهندلها بالفول باك هاندلر؟ ان انا اقول له فول باك دوت هنلاقي ديفايند على اي هاندلر ميثود فانكشن اسمها سيرف اتش تي بي بتاخد نفس الحاجتين اللي احنا كنا حاطينهم هنا اللي هم دبليو وار. يبقى انا كده بقول له ايه؟ بقول له ان انت لو لقيت اليو ار ال مربوط الريكوست دي مش موجود ايه اللي هتعمله؟ هتسيرف ريكوست ثرو او عن طريق الفول باك هاندل اللي هم بوت هنا اللي هو كنا باعتينه من المين اللي هو الايه؟ الديفولت ماكس. جميل؟ طيب انا عاده ما بحبش الطريقه دي عشان اتشيك اذا كان حاجه موجوده في الماب ولا لا، لان انا ممكن اكشلي واحده من الكيز او واحده من الانترز اللي موجوده في الماب يبقى كي اسمه مثلا رامي بيشاور على امتي سترينج، يعني هو اكشلي الكي موجود وبيشاور على امتي سترينج. ففي الكيس دي هبقى انا قلت ان هو الكي ده مش موجود مع ان هو فعلا موجود. طب ايه طريقه صح او احسن انا بفضلها عشان نقدر نتشيك اذا كان في حاجه موجوده في الماب ولا لا؟ احنا اكشلي وانا باساين فاريبل من الماب في المنطقه ده اقدر ابعت معاه كمان ايه؟ اوكي اقدر اخد ريتيرن فاليو تاني. يعني انا الماب دي لو انا استخدمت فاليو واحد بس هنا على الشمال فاريبل واحد هرجع لي الفاليو اللي الكي اللي اسمه باث ده بيشاور عليه. لو استخدمت اثنين هنا اهوت ان انا لونج يور ال فاريبل اهوت اوكي فهو بيرجع لي هنا الفاليو اللي الباث بيشاور عليه وبيرجع لي جوه اوكي دي ترو او فولس، ترو لو لقى الكي فولس لو ما لقاش الكي. ودي ميك سنس اكتر انها اضمن دلوقتي ان انا اقدر اعرف ان هو الكي ما لقاهوش. وهاجي بعد هنا بعد كده هنا بدل ما كنت بتشيك ان اللونج يور ال هو امتي ولا لا هاجي اقول له اف نوت اوكي معناها ان انا ما لقيتش الكي ساعتها هفول باك على يعني هفول باك ريكوست على الفول باك هاندل المبوط عندي هنا. تمام؟ وبعد ما فول باك اقول له ريتيرن عشان ايه ما يكملش اكزكيوشن بتاعت بقيه الفانكشن. طيب لو لا لو انا بقى فعلا لا لقيت الكي ده موجود لقيت اللونج يور ال فانا كل اللي هعمله ان انا هقول له ايه؟ http.redirect دي فانكشن ديفايند جول اتش تي بي باكج بتاخد ال w اللي هي الريسبونس بتاعتي وبتاخد ال r وبتاخد ال اللونج يور ال اللي انا عايز ابعته وبتاخد كود ستاتس كود عادة ده بيبقى حاجة في ال 300 زي ما انتم شايفين في الدوكيومنتيشن هنا يا اما ستاتس موف بيرمنتلي يا اما ستاتس فاوند يا اما ستاتس سي اذر. فخلينا ناخد بتاع موفد بيرمنتلي ده ازاي؟ ده مجرد فاريبلز ديفايند على اتش تي بي باكج عشان بدل ما اكتب اسامي بدل ما اكتب ارقام الريسبونس كودز بايديا. يعني ايه ريسبونس كود؟ يعني حاجه زي مثلا 404 اللي هي نوت فاوند 200 اللي هي اوكي 500 اللي هي انترنال سيستم ايرور. فهو انا عايز استخدم واحد هنا اهوت من الستاتس كودز اللي هي بتبدا بثلاثه اللي هي عاده بتقول ان حصل ريدايركت في الريكوست بتاعتي. يعني فاقول له ستاتس موفد بيرمنتلي ده هيبقى تقريبا 302 لو انا فاكر صح 301 او في واحد تاني اسمه موف تمبرري خلينا نبص عليهم كده بسرعه. لو عملت كليك هنا هيودينا لكل الفاريبلز او الكونستنتس اللي ديفاين دي هنلاقي اهوت موف بيرمنتلي 301 ستاتس فاوند 302 سي اذر 303 اند سو اون. Permanently ده معناها ان ال URL ده على طول هيشاور على اللينك ده فده ممكن يبقى كفايه لينا ان احنا نستخدمه. جميل؟ تمام هسيف الفايل بتاعي كده والمفروض هنا بقى نقول له otherwise redirect to long URL. يبقى انا ده هو الماب هاندلر بتاعي هو اللي هيعمله ان هو هيجي دلوقتي يبص يطلع ال URL من الريكوست اللي جايه لي. لو لقى ال URL موجود لو ما لقوش موجود هيهندل بالفول باك سيرفر لو لقى موجود هيعمل له ايه ريدايركت. تمام يبقى انا المفروض كده اللوجيك بتاعي يبقى شغال. خلوني ازود على الاكزامبلز الموجوده هنا اللي موجود عندنا هنا برده اللي هو بتاع دوجز اكشن مش لازم خلينا نشوف على التست اللي موجود هنا. طيب ليتس ران السيرفر ونشوف هيحصل ايه. مين دوت جو هيجي يقول لي ستارتنج سيرفر على 8080 يعني اكسكيوز المسج اللي طالعه دي بس الفاير وول عندي بتقول لي لما حد لما احاول ارن سيرفر بالمنظر ده. نبدا نروح لليو ار ال هيبقى في الكيس بتاعتنا لوكال هوست 8080 هنلاقيه طلع لنا هنا ايه هلو وورلد. طيب عشان نبدا نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط خلونا جوه هنا نحاول نبرنت الباث. فهيجي اقول له اف ام تي دوت برنت اف باث percent s backslash n واديله هنا الباث عشان نقدر نفهم او اكشلي خليه percent q. جميل عشان نقدر نفهم ايه الباث اللي السيرفر بتاعنا شايفه دلوقتي. فاجي ابدا ريفرش تاني هنا محتاج ارستور طبعا الاول
هدوس كنترول سي عشان اوقف السيرفر، ادوس انتر تاني عشان ارن، الله ريفرش. هل قال ان الباث اللي جالي دلوقتي ايه؟ سلاش. يبقى هو حاول يدور على سلاش، لان انا دلوقتي اليو ار ال اللي كاتبه هو الروت، هو انا مش كاتب اي حاجه بعدي. جميل. فهو دخل دلوقتي، تعالوا نتريس الكود بسرعه. دخل على المين دوت جو ديفولت ماكس، وراح على الماب هاندلر بتاعتي. تمام. دخل جوه الماب هاندلر، بص ما لقاش ان هي الباث اللي جاي ده اي واحده من الاثنين اللي كانوا كونفيجرد من الاول هنا، فعمل فول باك على الديفولت ماكس. الديفولت ماكس بيعرف ازاي هاندل سلاش، فهاندل سلاش ودى على الهالو فانكشن. الهالو فانكشن دي عملت ايه؟ برنت لهالو وورلد في الريسبونس، عشان كده طلع لنا هالو وورلد. جميل. طب حاجه صغيره كنت عايز اقول عليها، ان سلاش دي هي سبيشال كيس موجوده في الهاندلنج فانكشنز في جو. تمام. هي بتشاور على اي يو ار ال يجي للسيرفر عندي. جميل. يعني سلاش سلاش اي بي سي سلاش اي حاجه هتروح كلها لايه؟ لهالو. دي زي كده الجلوبال او الكولكت اول، او ليها اسم تاني، ال او تقريبا اسمه كولكت اول تقريبا، كولكت اول هاندلر بتاع السيرفر بتاعي، اللي هو اي ريكوست هتيجي هنا. تمام. لو عايز ابقى مور سبيسيفيك ساعتها هبدا اقول له لا هاندل هنا مثلا سلاش يوزرز مثلا، وهيتودي على فانكشن اسمها هالو يوزرز او وات ايفر يعني. جميل. بس في الكيس دي احنا هنعمل سلاش، معناها ان اي ريكوست هتيجي مش هنعرف نهندلها بالايه؟ من اليو ار الز اللي فوق دي، هنودي على هالو وورلد. طب خلونا نجرب واحده من اليو ار الز اللي فوق. تعال نروح مثلا على ايه؟ يو ار ال شورت كود دوك، خدها كوبي، او خلينا نروح على اليامل دي، خدها كوبي، نيجي هنا نقول له سلاش. المفروض لما ادوس كده ودوس انتر يعمل ريدايركت على ايه؟ على الباكج. بالظبط. يبقى احنا كده الدنيا شغاله عندنا، وهنبص هنا نلاقي ان هو فعلا ارى الباث سلاش يامل داش جو دوك. جميل. يبقى احنا كده الماب هاندلر بتاعنا شغال از اكسبكتد. لو بقى نشيل البرنت فانكشن دي، او اكشلي هسيبها عشان ايه؟ نبقى متابعين الدنيا عامله ازاي. اكومنتها بس كده عشان تبقى ريفرنس ليك، وبعد كده لما تبص على الكود. وخلينا ندخل على الجزء اللي بعد كده اللي هو ايه؟ نقفل بقى الحاجات دي كلها. ندخل على الجزء اللي بعد كده اللي هو بتاع الايه؟ اليامل هاندلر. طيب يبقى انا ادي الماب هاندلر خلاص خلصناه. تعالوا انكومنت حته الايه؟ اليامل دي، ونرجع دي زي ما كانت. حلو. طيب يبقى اول ستيب الماب هاندلر. تاني ستيب بيقول لي بيلد ذا يامل هاندلر يوزنج ذا ماب هاندلر از ذا فول باك. يبقى انا دلوقتي هقول له ان انا ادي اليامل هاندلر، هدي له اليامل كونتنت اللي موجود عندي هنا ده خلاص. واليامل ده بيبقى هي فورمات شبه الاكس ام ال، في حته ان انا بيبقى عندي زي element وجواه كونتنت، بس في الكيس دي بيبقى element هو باسن باث هنا اهوت، او اكشلي اشبه للجيسون يعني، بحسها ان في كي فاليو بالمنظر ده. فهنا مديفاين عندي ليست، الليست دي فيها تو اليمنتس، اول اليمنت فيه كي باث ويو ار ال، تاني اليمنت فيه باث ويو ار ال برضه. اول واحد يو ار ال شورت بيشاور على اللينك ده، تاني حاجه يو ار ال شورت فاينل بيشاور على اللينك ده. جميل. اذا فاحنا اللي هيحصل كالاتي، ان هو المفروض هياخد اليامز دي او اليامل ده يبعته للفانكشن اللي اسمها يامل هاندلر. جميل. ولو حصل مشكله في اليامل هاندلر هاي بانيك، بانيك دي اللي هي فاكرين تاني ليفل من الاكسبشن اللي هو بيوقف الاكزكيوشن بتاعت الكود بتاعي. فانا عاده ما بحبش البانيكس الصراحه، فخلونا بدلها نكتب اف ام تي دوت برنت اف، او برنت لنا على طول نقول الايرور اللي حصل، وبعدها ريتيرن عشان اوقف الاكزكيوشن بتاعت السيرفر، وبعد كده ايه نستارت السيرفر بتاعنا. جميل. تعالوا نروح على يو ار ال شورت ونشوف يامل هاندلر دي امبلمنتها ازاي. تعالى نقرا الدوكيومنتيشن. بيقول لي يامل هاندلر will parse the provided yaml and then return an HTTP handle func which also implements HTTP handler زي اللي حصل قبل كده that will attempt to map any paths to their corresponding URL. If the path is not provided in the yaml then the fallback is called instead. نفس اللي حصل فوق بالظبط، بس الفرق هنا ان هو بيبص عليه جوه اليامل. يامل expected to be in the format path URL. The only errors that can return can be returned or related to having invalid yaml data. يعني لو اليامل data دي فيها سنتكس غلط، في مثلا كولون هنا ناقصه، في وات ايفر سبيس بايظ او حاجه، ده اللي هيرجع لي ايرور يعني. من الاخر وانا بحاول ابارس اليامل اللي جاي لي ده. سي ماب هاندلر تو كريت ا سيميلر اتش بي فانك هاندلر فانك فيا ا مابينج اوف باثس تو ار ال. جميل. يبقى هو اللي يحصل هنا ان انا هنبارس، اول حاجه عايزين نعملها ان احنا نبارس اليامل اللي جاي لنا، وهو هي سجست ان احنا نستخدم باكج اسمها ايه؟ جو باكج دوت ان سلاش يامل. فتعالوا نفتحها نبص عليها عامله ازاي. الدوكيومنتيشن بتاعتها خلينا نروح لل
للويب سايت نفسه. فين سورس كود؟ جميل، دي الباكج بتاعت اللي يعمل دي. تمام. بيقول عشان ننستولها محتاجين نستخدم اللينك ده، فانا ممكن بمنتهى البساطه هنا اقوم طالع فوق وايه وحاطط اللينك، مش محتاج ان انا اروح اقول له جو جيت. دي كانت الطريقه اللي بتستخدم زمان عشان اعرف اروح ادونلود باكج معينه، اكشلي اقدر استخدمها دلوقتي برضه، اقدر اقول له جو جيت الكلام ده ودي اوتوماتيكلي هنداونلود الباكج وكمان هتزودها لي جوه الجو مود فايل. جميل. او الطريقه الثانيه اللي انا بفضلها الصراحه ان انا اقوم ايه جاي في الفايل بتاعي حاطط الباكج وابدا استخدمها، اول ما اعمل سيف هي اوتوماتيكلي هتبقى داونلود. فتعال نشوف ازاي نستخدمها. في اكزامبل هنا اهوت بيقول لي اعمل لها امبورت، كده يبقى عندي الداتا هي جايه لي بالمنظر ده، دي اللي هي هتبقى مبعوته للفانكشن بتاعتنا اوريدي في الفاريبل واي ام ال ده. هنيجي بعد كده نقول له اهي error equal yaml dot on unmarshal. تمام. المارشال دي اللي بتاخد الداتا اللي مبعوته تبدا تحطها في تي، وايه تي ده بيبقى عباره عن struct. struct ده هو اللي بيقول بالظبط شكل اليامل ده عامل ازاي in terms of go. يبقى انا محتاجين الاول ندفاين struct ده اللي هو يبقى شكله عامل زي ايه، زي الماب دي، او بمنتهى البساطه ممكن نقول ان ده عباره عن array of maps. جميل، لان هو في كذا element وكل واحد فيه عباره عن map فيها كي اسمه path بيشاور على value وكي اسمه url بيشاور على value تاني. جميل. فممكن بدل ما ندفاين struct جديد كده اهوت بمنتهى البساطه نيجي نقول له ان احنا var الماب بتاعتنا كان اسمها فوق ايه، خلينا نمشي بنفس الاسم اللي هي paths to urls. ممكن اكشن اقول له كده بقى دي عباره عن array of map من string string. جميل. ممكن اكشن ديفاينها بالطريقه دي وخلاص. جميل. انا كده بديفاين فاريبل هو ده نوعه، هو معترض دلوقتي عشان احنا لسه ما استخدمناهاش. كده بقول له اعمل لي اري فاضيه بالمنظر ده، دي طريقه ثالثه عشان ديفاين بيها الاري غير ان انا اعمل ميك او اقول له نقطتين فوق بعض ايكوال. واخدين بالكم هنا مش حاطط كل بريسز، ودي نفس اللي كانت سيميلر اللي عملناها قبل كده ان انا اقول له var x int ان انا بديفاين انتجر اسمه x وبياخد الديفولت فاليو بتاعه اللي هو 0. في الكيس دي الديفولت فاليو بتاعت الاري هو نل، وده اللي بيريفير للامتي اري. جميل. انا قاعد بقول اري 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 بس هي اكشلي في جو دي اسمها سلايس، وهوبفلي في واحده من الفيديوز اللي جايين هفهمكم الفرق بين السلايس والاري ايه بالظبط. بس هو بمنتهى البساطه السلايس دي هي اري ليها دايناميك سايز، يعني ممكن تكبر وتقصر زي ما انا عايز. عاده الاري اكشلي بقى اللي اسمها اري في جو بتاخد هنا السايز بتاعها. في الكيس دي مثلا هي اري فيها 2 elements، لكن لو انا قلت له كده انها من غير سايز دي بيبقى اسمها سلايس. جميل. دي شبه مثلا الفيكتور لو هو موجود في لانجوج جي سي مثلا او حاجه. فانا كده اي ديفايند الباث تو ار الز اري اوف ماب بتاعتي. هاجي بعد كده اخد السطر ده. جميل. ما احطه هنا اقول له ان انا يامل دوت ان مارشال الداتا اللي جايه لي اللي هي تبقى اليامل ده، خلينا نسميه داتا او قلنا باسمه داتا، احطه هنا وهخليها تبقى سيفد. يحاول ان مارشال الداتا دي لما يقراها يعمل لها بارس يعني ويسيفها او يسجلها جوه الفاريبل اللي انا عامله هنا. واخدين بالكم بدي له بوينتر عشان انا بقول له ان خد بوينتر للفاريبل ده عشان الفانكشن دي تقدر تغير في الفاليو بتاعت الفاريبل ده وستيل انا بقدر اشوفه من هنا. ولو حصل اي مشكله هقول له ريتيرن. فاكرين الباترن بتاعت الريتيرنينج الايرور دي اللي هي الايرور هاندلنج في جو، عندها هتلاقوا الفانكشنز اللي بترجع اخر بارامتر في الريتيرن فاليو بتاعت ايرور. ففي الكيس دي احنا بنمبلمنت فانكشن زي دي، فبالتالي اللي بيحصل ان انا بديله الديفولت فاليوز بتاعت كل الفاريبلز اللي موجوده في الكيس دي اللي هو الهاندلر فانك، والايرور بقوم جاي حاطه بالايرور اللي حصل اللي هو الايرور اللي طلع لي من الانمارشال فانكشن دي، وهقول له سيف. لما اجي سيف المره دي هتلاقوه خد وقت شويه، هو بس مش قادر يلاقي اللي يعمل الفانكشن دي عشان طارت من فوق، خليني احطها تاني واقول له سيف. تمام. وانس ان انا عملت سيف بالمنظر ده ايه المفروض لو جيت رحت على الجو مود فايل، هلاقي ان هو اوتوماتيكلي زود لي الديبندنسي بتاعت اليامل ده جوه الجو مود فايل بتاعي.
جميل بالفيرجن بتاعها بكل حاجه مظبوطه تمام. يبقى زي ما قلت لكم ينفع ان انا احط الكلام هنا هو دوس سيف وهو اوتوماتيكلي هيزود للجو مود، او اجي هنا في التيرمينال اقول له جو جيت وابدا اقول له ادي له اليور ال ده، وساعتها هو يقوم عامل له داونلود ومزوده في الديبندنسز بتاعتي. بس انا بفضل زي ما قلت لكم ان انا ايه احطها في الفايل ودوس سيف وهو يخلص الشغل بنفسه تمام. وفي طريقه ظريفه بدل ما انا اقسم دول على اثنين لاينز كده، ان انا ممكن في الاف كونديشن وريتكم الحركه دي قبل كده، اقوم جاي في الاف نفسها قايل له كده سيمي كولون لو ايرور نوت ايكوال نل ريتيرن. جميل. فالمفروض ان انا بعد السطر ده هيبقى باثس تو يور ايلز ده موجود في ايه؟ موجود في الفاليوز اللي مبعوته كيامل للفانكشن هنا. وعشان نتاكد خلونا نجرب نعمل لها برنت اند سيف. هجرب ارن الكود بتاعي جو رن مين دوت جو دوس انتر. قال لي line 2 found character that cannot start any token. يبقى في كده مشكله في اليامل المبعوث بالظبط هنا. المفروض ده يبقى موجود في الاول كده. تعال نجرب ونشوف. found a tab character that violates indentation. اوكي دي مشكلة بقى ان ايه نحط اليامل هنا اهوت. واي جس البونس كان بيقول ان احنا نحاول نقرا من فايل او حاجة، انا كنت خدت بالي كده وانا بسكرول دلوقتي، لان مش اظرف حاجة ان احنا نحط تكست جوه هنا. في مشكلة فين تاني؟ فعلا مش قادر احدد المشكلة فين. لاين 3 تبقى spaces مثلا، نجرب كده تمام. دي كانت مشكلة spaces ان هو حول spaces بتاعتي هنا لتابس. جميل. لو رجعنا دول جوه تاني كده هيفضل يشتغل؟ لا، يبقى نرجعها زي ما كانت بالظبط. يبقى المفروض دول بس يبقوا spaces. انا باخد copy، هو الايديتور عندي حولها اوتوماتيكلي للتابس، وده بوظ الدنيا شويه في اليامل سنسيتيف لموضوع التابس والسبيسز ده، زي بايثون مثلا حد اشتغل بايثون قبل كده. فلقينا هنا ان هو عرف فعلا عرف يعمل بارس لليامل اللي موجود عندي هنا، وقال لي اهوت ان الباث اسمه يو ار ال شورت بيشاور على اليو ار ال ايه اللي طالع قدامنا ده. جميل زي الفل. طيب نرجع تاني بقى لليو ار شورتنر. يبقى احنا كده عرفنا نعمل بارس، بس اكشلي بقى في هنا مشكله ان ده مش شبه الماب اللي احنا عايزين نبعتها لفين للماب هاندلر اللي هو موجود هنا. المفروض هنا دي تبقى ماب عباره عن الكي بيشاور على السترنج اللي هي سلاش يور ال شورت، ده بيشاور على اليور ال ده على طول. فده يخلينا اكشلي ممكن نعملها بطريقه اظرف ثانيه. خلينا نعملها بموضوع الاستراكت كمان عشان اوريكم برده لو اتعملت بالطريقه هتبقى عامله ازاي. فممكن هنا ندفاين استراكت جديد نسميه، نقول له مثلا يعمل path to اللي مثلا يعمل data مثلا ده struct، وده بيبقى فيه عنده حاجتين، عنده حاجة اسمها كانت فين path نوع string، حاجة اسمها url نوع string تمام. واجي هنا بقى بدل دي، تعالوا دي بدل ما نسميها paths to URLs نسميها مثلا يعمل parsed يعمل data مثلا. جميل. فدي لو رجعناها زي ما كانت كده وعملنا سيف، لو جينا نرن تاني المفروض كل حاجة تفضل شغالة زي ما هي بالظبط. خلونا بقى نريبليس بدل ما نعملها اري اوف ماب سترنج لسترنج، ممكن دي تبقى معقده شويه ان حد يشتغل بيها، نقول له ان ايه ان دي عباره عن اري لي يعمل داتا. جميل. ادوس سيف ونحاول نبورس تاني. انا ما غيرتش حاجه دلوقتي غير ان انا عملت الاستراكت عنده الاثنين كيس دول، وعملت الايه غيرت التايب بتاع البورس يعمل داتا ده، بدل ما هو كان سلايس اوف ماب من سترنج لسترنج بقى سلايس اوف او اري اوف يعمل داتا. جميل. فادوس جو ران مين دوت جو ونشوف هل ان هو عارف برضو يبارس الحاجه وطلع لي اوبجكتس اهيت فيها اتنين اتريبيوتس، اول واحد هو اليو ار ال شورت والتاني هو اللونج يو ار ال. جميل. لو عايز ابين الكيز يعني هنا مطلع لي بس الفاليوز بتاعت الاتنين فاريبلز دول، لو عايز اطلع الكيز ممكن نستخدم برنت اف
ونيجي نقول له هنا percent v. percent v دي هتعمل نفس اللي طلع دلوقتي عادي جدا، بس عايز اوريكم شكلها عامل ازاي الاول، نفس اللي كان معموله برنت قبل كده. لو عايز ابدا اطلع الكيز باجي بين البرسنت والفي هنا اقول له بلس بلس كده، بقول له طلع لي اكسترا انفورميشن عن الحاجه اللي بتحاول تعملها برنت دي، وفي الكيس دي عشان هي struct هتطلع لي كمان الايه الكيز بتاعتها. فاللي بيقول ان هو في عندي حاجه اسمها path بتشاور على اليور شورت ويور ال بتشاور على دي. جميل. طيب احنا بقى عايزين ناخد البارس دي يعمل داتا دي ونبيلد بيها ايه الماب بتاعتنا اللي اسمها path to strings اللي هي عامله كده. فخلونا بعد ما نعمل بارس الكومنت لاين بتاع البرنتنج ده نيجي بعد كده نكريت فاريبل جديد اسمه path to urls. بياخد الماب وبياخد يعني نوع ماب من string لstring ومحتاجين انشاليزه، فهعمل كده. جميل. وبعد كده هنعمل فور لوب بيبقى عندها هنا اهوت يعمل انتري بتشاور على رينج بارس يعمل داتا. جميل. خلينا نقف هنا ثانيه. فاكرين رينج دي كنا اشتغلنا بيها قبل كده؟ رينج دي بترجع لما اجي ايتريت على حاجه، بايتريت مثلا على الحاجه دي وهي دي نوعها اري، لان احنا زي ما احنا شايفين هنا نوعها سلايس سوري، فبيرجع لي رينج بترجع لي حاجتين، بترجع لي في اول حاجه الاندكس بتاعت الحاجة اللي أنا كرنتلي واقف عليها، وفي تاني حاجة الاليمنت اللي أنا دلوقتي واقف عليه. فأنا مش فارق مع الاندكس، فارق معايا بس الاليمنت، فعشان كده عملت استخدمت اندرسكور هنا. ممكن استخدم الرينج دي برضو عشان ايتريت على ماب، وفي الكيس دي هيرجع لي الكي هو اللي في الأول والفاليو هو تاني واحد. ولو أنا مثلا عايز الاندكس بس ساعتها ممكن أقوم جاي قايل له اي مثلا ايكوال رينج، وساعتها ده وهو بيلوب هيرجع لي الاندكس بس، أو لو بستخدم ماب هيرجع لي الكيز بس. اوكي فبوريكم بس الديفرنت ويز اللي نقدر نستخدم بيها رينج مع الماب والسلايسز. بس احنا فور ناو انا عايز اخد الانتري اللي هي موجوده في الليست اللي عندي دي، ومن الاخر كل يعمل انتري من دول هتبقى عباره عن يعمل داتا ستراكت اللي هو عنده باث يو ار ال. وكل اللي عايز اعمله ان انا ابدا املى الباث يو ار ال دي، فاجي اقول له باث يو ار ال اوف الكي بتاعها هيبقى عباره عن اللي يعمل انتري دوت باث، وده هيشاور على اللي يعمل انتري دوت دوت يو ار ال. جميل. يبقى انا كده بنيت الباثز تو يو ار الز دي. خلينا نعمل كومنت كده نقول له build paths to url from the post يعمل data. جميل. يبقى اول ستيب هنا احنا بن parse the يعمل raw data into the يعمل data struct، وبعد كده هنبيلد الباث يو ار الز فاريبل ده من البارس يعمل داتا. ايه اخر حاجه هنعملها؟ ان احنا هنبدا نفول باك على مين؟ على الماب هاندلر اللي احنا عملنا له ديفاين فوق، وسنس ان هو ده في حد ذاته عباره عن هاندلر فانك، يبقى احنا ممكن نستخدمه هنا على طول. جميل؟ اذا واحنا بنترن هنا اهوت هنترن هاندلر فانك هنا از ا نيو ماب هاندلر. ماب هاندلر بياخد حاجتين، بياخد الباث تو يور الز بتاعتي وبياخد الايه الفول باك اللي مبعوت لي للفانكشن هنا. جميل. وتاني حاجه هعمل لها ريتيرن نيل، لان انا دلوقتي خلاص خلصت الفانكشن بتاعتي ومفيش ايرور، فهرجع مكان الايرور ده نيل، معناها ان مفيش اي مشاكل تانيه هتحصل، وهسيف. يبقى تعالى نمشي كده بسرعه في الفلو، نبدا من المين دوت جو تاني. احنا عرفنا هنا ماب هاندلر، وخدنا الماب هاندلر ده عملنا له راب باليامل هاندلر. جميل. فبقى الماب هاندلر ده هو الفول باك بتاع الماب هاندلر، الماب هاندلر سوري بقى الفول باك بتاع اليامل، والديفولت ماكس اللي هو بيهندل هالو وورلد هو الفول باك بتاع الماب هاندلر. يبقى اول حاجه هنحاول السيرفر بتاعنا هيجربها ان هو هيشوف الحاجات الباس باليامل اللي هما الاثنين دول، لقى ان الريكوست اللي جايه هي واحده منهم يبقى هيريدايركت على اليو ار ال بتاعها، ما لقاش هيروح للفول باك. اول فول باك كان الماب هاندلر اللي هو عنده حاجتين يو ار ال شورت جو دوك ويعمل جو دوك اللي هما الاثنين هنا، هيشوف لو الريكوست اللي جايه هي واحده من الاثنين دول، ما لقاش هيروح لاخر حاجه اللي هي ايه هلو وورلد. جميل. خلونا نسيف ونستارت السيرفر بتاعنا كده ونبدا نجرب الديفرنت كيسز. اول حاجه تعالى نعملها ان انا نروح على لوكال هوست 80 80 من غير اي حاجه، المفروض ده يرجع لي هلو وورلد. جميل.
خلوني دلوقتي بدل ما ريدايركت عشان ما يقعدش كل شويه يعمل ريدايركت، هغير بس تغيير صغير في الماب هاندلر هنا، ان هو بدل الريدايركت هكومنت دي هقول له بس fmt.printf redirecting to %s وادي له هنا الايه اللونج يو ار ال، بشرط ان هو يطلعه لنا في الويب سايت هنا على طول، بدل ما يعمل الاكشن ريدايركت عشان بس ما نقعدش كل شويه نفتح اليو ار ال. تمام، يبقى خلونا نجرب اول حاجه ريستارت السيرفر الاول، نستنى الفاير وول تطلع. مش هنجرب اول حاجه الحاجات اللي موجوده عندنا في اليامل، يبقى هاجي هنا اقول له سلاش يو ار ال شورت، هنلاقيه عمل لنا ايه، كتب لنا تحت انا نسيت اعمل حاجه مهمه، انا ببرنت هنا في التيرمينال مش ببرنت في البراوزر، المفروض عشان برنت في البراوزر اقول له هنا اف برنت وادي له دبليو زي ما كنا عاملين في هلو وورلد. جميل، خلينا ريستارت بس اتليست نقدر نشوف ان هو فعلا اشتغل زي ما احنا كنا متوقعين. ريفرش هنا عليه طلع لي ريدايركتنج تو اليو ار ال ده. تعال نجرب الحاجه الثانيه يو ار ال شورت فاينل، وداني على اللينك المظبوط. تعال نجرب الثالثه يو ار ال شورت جو دوك، وداني على الجو دوك، يبقى هو بيفول باك مظبوط من اليامل للماب هاندلر. واخر حاجه هنديله دي عمل اكشن ريدايركت عشان دي كاشت من ما كنا عاملينها قبل كده، وهو ودى فعلا اليو ار ال المظبوط اللي هو ايه اللي موجود هنا. تمام تمام يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل ويب سيرفر في جو، ازاي نعرف نهندل الديفرنت ريكوست، ازاي نعمل كونسبت الميدل ويرز او ان انا يبقى هاندلر بيراب هاندلر تاني، اتعلمنا ازاي نشتغل باليامل باكج، ازاي نعرف نرايت لرايتر، كل الكلام ده في البروجرام الصغير اللي احنا عملناه. خلونا نرجع كده للاكسرسايز نشوف البارت البونس كمان معمول ازاي. بيقول لي as a bonus exercise update the main.go source file to accept the YAML file as a flag and then load the YAML from a file rather than from a string. دي المفروض تبقى ظريفة، احنا عملناها المرة اللي فاتت عملنا موضوع الفلاجز ده، فاحنا ممكن هنا نبدأ ندفاين الفلاجز بتاعتنا، نقول له مثلا ايه flag YAML file name او file name او file path whatever، هيبقى عبارة عن الفلاج package dot string، نسميه مثلا يامل، وبيبقى الديفولت بتاعه مثلا مثلا ايه urls dot dot yaml و path to yaml file containing path url mappings. جميل، وما ننساش اللي انا كنت نسيت المره اللي فاتت، هنيجي نقول له flag dot a parse. خلاص، وخلونا نبدا ندفاين الفايل ده، نيجي هنا اقول له new define و ناخد كوبي من هنا بيست، نخلي مثلا الباث هنا هيبقى رامينو وبيريدايركت لي الويب سايت بتاعي رامينو دوت مي. تمام، ونبدأ هنا نشوف، نقول له ان الايه ال يبقى احنا كده هنجنور البارت ده اللي هنكومنته، وهنبدا انستد نقرا من الباث المبعوث لي، واحنا اوريدي عملنا موضوع قرايه الباث دي قبل كده، فاقول له يعمل فايل error equal os.open ايه الفلاج يعمل فايل نيم. تمام، وزي ما اتعودنا لو لقينا في ايرور موجود لازم نتشيك عليه، if error not equal nil هنقول له fmt.printf fail to open يعمل فايل او fail to open اسم الفايل هنا على طول والايرور اللي حصل باك سلاش ان، اسم الفايل هيبقى
flag يعمل فايل نيم، والايرور اللي حصل وهنريتيرن ونفتكر على طول ان احنا ايه ننضف ورانا، ف ديفير يعمل فايل دوت كلوز، وهنقول له ان اليامل فاريبل اللي احنا عايزين نقراه ده بقى هيبقى عباره عن في باكج اسمها اي او يوتيل ديفاين جواها فانكشن اسمها ريد اول، دي لو اديت لها فايل بالمنظر ده هي بتقرا كل الحاجات اللي جواه وترجعها مره واحده في الفاريبل اللي اسمه يامل، بيبقى بترجع بايت وايرور، المفروض اريا او سلايس اوف بايت وايرور. عملت سيف كده اهوت وقفنا على ريد اول، هنشوف الدوكيومنتيشن بتاعتها لانها بترجع اريا اوف بايت، تاخد ريدر تاني اهوت استخدام للريدر وترجع اريا اوف بايت وايرور، فكده بتقرا الفايل كله مره واحده. تيجي برضه نعمل ايه نفس التشيك على الايرور اللي احنا عملناها قبل كده، نقول له فيل تو ريد الفايل ده، نقول له الايرور ايه، ان ما كانش هنقوم باعتين اليامل دي هنا ونكمل بيها شغلنا عادي. هعمل سيف ونجرب هنا، اوقف السيرفر ارنه تاني. الاول تعالوا نجرب نرنه بيعمل لفايل مش موجود not found.yaml، المفروض يطلع لي ايرور ان هو ايه فيل تو اوبن الفايل ده، لو بعتها من غير حاجة هي ديفولت لل urls.yaml، والمفروض لو حاولنا نروح دلوقتي على لوكال هوست 8000/romino دوست انتر هيطلع لي الداتا اللي قراها من اللي يعمل فايل. جميل، يبقى احنا كده عرفنا نغير البيهيفير ان هو يبقى بيقرا اللي يعمل داتا اللي موجوده قدامنا هنا من الفايل بدل ما هو بيقراها من الفاريبل اللي كان معموله هارد كود جوه الكود هنا. جميل، طيب دي اول حاجه. تاني حاجه build a json handler that serves the same purpose but reads from json json data. json هتبقى typically يعني تقريبا الطريقه بتاعته similar قوي اللي بيحصل في في اليامل فايل هنا، فممكن نعملها بسرعه. خليني بس اشوف تالت حاجه build a handler that doesn't read from a map but instead reads from a database whether you use PolDB SQL or كده. يبقى احنا خلينا نمشي في موضوع الجيسون ده نعمله بسرعه، المفروض مش هياخد وقت، وخلوا تالت بوينت في البونس دي ممكن نعملها المره الجايه عشان دي هتبقى داخله في داتابيز شويه فالموضوع ممكن يكبر مننا شويه. خلاص طيب تعال نشوف الجيسون ده هيبقى عامل ازاي. نمشي بنفس الطريقه برضو، حاجه شبه اللي عملناها في اليامل هاندلر. هناخد الكلام ده كده كوبي بيست، وبدل يامل هنا نسميه جيسون هاندلر، بياخد الداتا بتاعتنا هنا بايت برضه عشان يبارس الداتا دي، نفس الكلام بالظبط. هو اكشلي الكلام مش هيفرق جدا اصلا، انتوا هتشوفوا اصلا الدنيا سهله ازاي، احنا ممكن نستخدم نفس الاستراكت ده واحنا بنقرا. يبقى بدل ما هو اسمه يعمل داتا ممكن نسيبه يعمل داتا زي ما هو، يبقى في باث وي ار ال، بس كل التغيير اللي هنعمله بدل اليامل اللي عاملينه هنا هنقول له ايه جيسون وخلصت. وجيسون دي اصلا بلت ان فانكشن موجوده في جو، فونس ان انا هعمل سيف اللي هيحصل هنطلع فوق هنلاقيه عمل امبورت لانكودنج جيسون. شفتوا بمنتهى البساطه ازاي عشان الكود بتاعنا منظم بطريقه احنا فاهمينها. طبعا محتاجين نغير اسامي الفاريبلز عشان تبقى ديسكريبتيف اكتر عن اللي بنعمله، بس انا كل اللي فارق معايا دلوقتي اوريكم حته جيسون. فممكن هنا ازود كومنت this is very similar to the yaml handler we just switch yaml with json. جميل، ونقدر بعد كده في المين عندنا نعمل نفس الكلام. خلينا برضو نقدر نقراه من فايل، يبقى ياخد الكلام ده كده ايه كوبي، انزل هنا اقول له بيست، بدل بقى يعمل فايل اقول له ايه جيسون فايل، ونقول له فلاج جيسون فايل نيم، خليها ديفاين الفلاج ده بسرعه فوق كده جيسون يورلز دوت json path to json file. نرجع تاني وهقول له لو حصل مشكلة fail to open الايه الجيسون فايل، copy paste copy paste copy paste، هنقرا الفايل حاجة اسمها json data، مينفعش استخدم json بقى ككلمة بس عشان اوريدي عندي باكج اسمها json موجودة هنا. لو حصل مشكلة هقول له failed، غير كده هقول له بقى ايه json handler هيبقى urlshort جيسون هاندلر، وبياخد الايه الجيسون داتا اللي احنا قريناها دي وبيفول باك على
اليمن هاندلر اللي كنا عاملينه قبل كده، وبدل ما كنا بنباس اليمن هاندلر تحت في الليسن اند سيرف فانكشن هنباس الجيسون هاندلر. يبقى احنا كده هيحاول يطلع الحاجه من الجيسون الاول، ما ينفعش هيروح لليامل، ما ينفعش هيروح لايه للماب العاديه، ما ينفعش هيفول باك في الاخر خالص للهالو وورلد. فخليني اسيف وتعالوا نكريت فايل اسمه urls.json ونكريت فيه كده انتز بسرعه. هيبقى في عندي هي array of path يشاور مثلا على تعال نقول رامينو جيت هاب، واليو ار ال هو https://github.com/ramino/life/tree/master/go. جميل، ده الباث بتاع الريبو اللي هتلاقوا فيه الكود اللي احنا شغالين عليه ده. نجرب نسيف ستارت السيرفر، لو ادينا له هنا جيسون فايل انفاليد المفروض يكومبلين زي ما حصل في اليامل قبل كده بالظبط كده. لو جربنا نران عادي من غير اي حاجه هي ديفولت اليو ار الز جيسون، والمفروض ان احنا دلوقتي لو جيت قلت له روح لي على رامينو سلاش جيت هاب، زود هنا جيت هاب بس انتر، يفتح لي اليو ار ال ده. ولو رحت على اليو ار ال هنلاقي الكود بتاعنا. جميل، وفي نفس الوقت الحاجات القديمه لسه شغاله، لو رحت على رامينو بس المفروض ايه يفول باك من الجيسون على اليامل ويطلع لي رامينو دوت مي. تمام. يبقى احنا كده خلصنا اول اتنين بوينتس من البونس، فاضل تالت واحده بتاعت الداتا بيزز دي، ودي خلينا نعملها المره الجايه. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه النهارده. شكرا جدا للناس اللي اتفرجت، وبليز يا جماعه ليت مي نو في الكومنتس لو عندكم اي فيدباك، خلينا بسرعه اكمت الكلام ده. هنقول له جيت اد كل الحاجات الموجوده هنا، جيت كوميت داش ام، ونقول له على طول بنسى الكوميت مسجز كانت ايه. ممكن اجيبها من هنا على طول، جيت لوج اكسرسايز 2 جيت كوميت داش ام اكسرسايز 2 بلس البونص بتاعه missing db، وكمان كان فيه fix in exercise 1 اللي هو بتاع الايه بتاع النيو تايمر. جميل، plus exercise 2 with البونص. تأكد ان الفايلز مظبوطة، ونقول له push. المفروض لو جينا فتحنا اللينك ده نلاقي دلوقتي الايه الكود اللي احنا لسه كاتبينه في 02 يور ال شورت، ودي كل الحاجات اللي انت شايفينها. لو خدتوا بالكم في فايل غير الجو مود اللي احنا عاملينه اسمه جو سام، ده من الاخر اللي بيرزولف فيه فين بالظبط الديبندنسز بتاعتنا. فبيقول مثلا انها في اليور ال الفلاني موجود عند الكوميت الفلانيه، واي سب ديبندنس تاني هيعمل دي مثلا بيستخدم باكج تاني اسمها تشيك، فهو بيلست هنا كل الديبندنسز والسب ديبندنسز بتاعتها. جميل، بس احنا don't have to worry except about the go mod file. تمام، شكرا جدا يا جماعة، اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين و stay safe.